قربت انا اكثر شوي على ميله المطبخ، فاذا هلا كمان نحن وياكم رح نتابع اخر فقراتنا بعالم الصباح مع الشيف حسين عم بحضر حاله مع الكفوف ورشه ملح. صباح الخير من جديد غادة. مركزت انا حد السمكه ولكن تما تهرب السمكه هو حد السمكه ولا حد الريديس ولا حد البطاطا يعني في عنا كثير امور اشرفت على نهايتها وبعد في عنا القليل لحتى يخلص. طيب بهالوقت انا رح انتقل للوصفه اللي رح نحضرها هلا اللي حكينا عنها يلي هي البسكويت بسبانغ او الكعك بسبانغ والجبنه. أوكي. لكن عنا اول شيء طنجره، بهيدي الطنجرة رح حط زيت زيتون. لكن هيدي الوصفة كتير طيبة كمان جديدة وشهية، فينا نتناولها كنوع أبيتايزر. عندي زيت زيتون على النار، رح نبلش بهيدا طبق أنا وياكم. رح نحط سبانغ، هيدا السبانغ طبعا معصرينه نحنا وأيضا حاطين له ملح. كمان رح نشوف غدا المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشه، لكن عندي زيت زيتون وعندنا سبانغ، السبانغ بدنا نغسله كثير منيح، برجع بذكر كل المشاهدين لانه بيحتوي على كميه عاليه من الرمل. سبانغ غسلناه عصرناه، بعد طبعا نحن لحتى نعصره بدنا نكون حاطين له رشه ملح لحتى يدوب. بنحط رشه ملح بنعصره وعم نقلي سبانغ هون بزيت الزيتون. اوكي. طيب. بهالوقت انا سكبت الرز هون للتندوري للقريدس تندوري، طبعا نكبسهم كثير منيح لحتى ما يفرط معنا القالب. رح اجي اجيب الصحن لحديك. تفضل. اكيد لحد عشوت مركزت انا هون لكن يلا فينا اذا بدك نكبسهم كمان بهالشكل. بعدهم سخنين. صح بعدهم سخنين، خليها شوي حتى يلا. اوكي ما يفرط. تركني هون بهيدا القالب بعد ما يستوي القريدس تندوري اللي هو نحن حاطينه على الجريل بس، ولكن في عنا كمية من القريدس اذا بدك منحطهم على الوجه. يا اوكي مع الخضرة منحطهم على الوجه مع الفليفلة وهلأ السياخ كمان بنرجع منحطهم فوق. أوكي. طيب بالطنجرة. بالطنجرة شو رح اعمل؟ بعد ما عندي سبانغ وزيت الزيتون رح اجي ضيف الكريمة. منخفف النار. لكن مثل ما شفتي ضفنا الكريمة. منضيف للكريمة رشة ملح. ومنضيف كمان ايضا الفلفل الاسود. مثل ما عم بتشوفي. ومنحط كمان شوية مي مش كتير، شوي صغيرة. اوكي. اوكي. وبنتركهم لحتى يغلو. عظيم. بعد ما يغلو، لكن هون برجع بذكر كل المشاهدين فينا نحط معهم كمان حص ثوم، بيعطي نكهة طيبة. طيب. مش غلط إذا حطينا حص ثوم. اوكي. بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين، عندي زيت زيتون، عندي سبانغ، عندي كريم فريش، عندي أيضا رشة ملح، حطينا كمان فلفل اسود، فلفل اسود بيعطي نكهه كثير طيبه، بالاضافه هلا شو رح نضيف؟ عندي من جبنه التشيدر رح ضيف جبنه التشيدر مبروشه او حتى فيني ما اضيفها كمان مبروشه لان رح تدوب بالصلصه مع الكريمه. اكيد. لكن مشاهدينا بنضيف جبنه التشيدر مبروشه بهالشكل وايضا منضيف كمان من جبنه الموتزاريلا. إيه. عندي نوعين من الجبنه، عندي جبنه تشيدر وعندنا كمان مشاهدينا جبنه موتزاريلا وبنتركهم لحتى يغلوا. انا اليوم اخترت غاده نوع من انواع البسكوي او نوع من انواع الكعك، ما عندنا اي مشكله، طبعا في عندنا كعك وفي عندنا بسكوي قد ما بدك بالاسواق. اكيد. هيدا البسكوي اللي مختاره اليوم هيدا في بقلبه نكهات وفي بقلبه كمان جبنه وفي بقلبه بهارات. أوكي. انا هيدا الطبق او هيدا البسكوي رح اقدمه مع السبانغ مع الجبنه. أوكي. حتى فيني اجيب من التورتيا او خبز الناتشوز كمان اقطعهم وايضا اقدمه مع هيدا الطبق. أوكي. وفيني اجيب كمان خبز عربي، خبز عربي بنحط له رشه زيت زيتون مع زعتر
كمان زعتر بنستعمله للمناقيش وبنحطهم بالفرن بنحمصهم، ايضا بناخذ نكهه كثير طيبه كمان بنستعمله مع هالطبق بالسبانخ والجبنه. طيب هون مثل ما عم نشوف بلشنا نحصل على الخليط السبانخ، طبق برجع بذكر كل المشاهدين طبق كثير طيب وطبق شهي بهالشكل. هون ما خلصنا لان بعد في عندنا كمان بدنا نعطي نكهه زياده اللي هي جبنه الروكفور. كمان منضيف من جبنه الروكفور، جبنه الروكفور ايضا بتعطينا نكهه كثير طيبه لهيدا الطبق. لكن هول الجبنه انا بهالوقت لحتى تغلي شو رح جيب؟ رح جيب صحن، عندي هيدا الصحن، بهيدا الصحن شو رح حضر؟ بهيدا الصحن رح بلش حضر السلطه. اوكي؟ طبعا السلطه عندي راس بندوره رح حطه بهالشكل، عندي كمان هون البطاطا، هاي البطاطا اللي نحن حضرناها هيدي للسلطة صح؟ كمان رح نشوف مقادير السلطة رح تمر قدامنا على الشاشة. أوكي. مثل ما عم بتشوفي كيف عم بحط السلطة بهالشكل. فينا نحط معها كمان من بذر الكتان، والمقادير اللي عم نشوفها على الشاشة في بقلبها بذر كتان. طيب حطينا اوكي، هيدا الطبق صار جاهز عنا، صار فيني طفي النار تحته خلاص مثلا دابت الجبنة. صح. خلاص رح جيب بروكولي، حط كمان بروكولي للسلطة أيضا بهالشكل مثل ما عم بتشوفي. أوكي. صار في عنا بطاطا، هاي البطاطا برجع بذكر كل المشاهدين فيكم تحطوا لها بابريكا، فيكم تحطوا لها بهارات أنتم مثل ما بدكم، وزيت زيتون فوتوها على الفرن ما عنا أي مشكلة. هون حطيت من البروكولي. طيب شو رح أعمل؟ رح جيب كمان مشاهدينا خيار، رح حط كمان خيار. اوكي رح جيب كمان حط خيار بهالشكل، وزع الخيار مثل ما عم بتشوفي كيف عم موزع الخيار بشكل حلو. كمان رح جيب ايضا من البندورة الكرزية كمان بهالشكل كل الألوان صح، ورح جيب من الخس الملون كمان ضيف خس ملون كمان بهالشكل. اوكي عندي هون خس ملون. اوكي فيني كمان. اوكي هلا الصلصه او فيها تكون لبنه مع مايونيز مع ثوم مع نعنع مجفف وبزر الكتان، هيدي الصلصه كثير طيبه مع هالطبق. بس انا هلا رح احضر صلصه ثانيه. اوكي هلا تشوفي عم بتشوقنا هلا تشوفي الصلصه الثانيه اللي رح احضرها. اوكي بنحطها بهالشكل كمان. طيب هون رح جيب ايضا بعد في عنا فجل كمان نحط فجل بهالشكل. اذا عم تشوف الالوان شو حلوه وهالصحن شو حلو. اوكي كمان واو. اوكي هيدا الصحن تقريبا صار جاهز، رح جيب من زيت الزيتون، طبعا فيني احط معها كمان من الفليفله الملون. هون هيك وليش خليت بالنص فاضي؟ عشان الصلصه، عندي زيت الزيتون وعندي كمان دبس الرمان. اوكي هيدا الطبق صار جاهز بالاضافه للزيتون الاخضر بهالشكل. اوكي هيدي السلطة صارت جاهزة عنا مثل ما خبرتك، فينا نحن نزينها. أما نجي للتندوري. يلا نرجع للتندوري، منشيل القالب بهالشكل ومنجي كمان نفتح على التندوري.
وبنسكب. ناخذ القرايديس بهالشكل مثل ما عم بتشوفي. اوكي. عظيم. طيب. يا. بتشهي. هذا التندوري كمان صار جاهز عنا. هون رح جيب وصفتنا. كلهم. كلهم. بعد عنا نسكب ال يلا. السبانخ. هول مثل ما عم بتشوفي الوصفات لحلقتنا لليوم. بضل في عنا السبانخ. بدنا نقدمها. هيدا السبانخ هون. عندي البسكوي. رح احط البسكوي بهالشكل. اوكي. كمان. ونصب هيديك. بنحطهم. اوكي. طيب. ومنجيب الخليط السبانخ. على السريع، عندك دقيقة. نحن خلصنا. اوكي. رح اسكبهم بهالشكل. يلا. طيب. شو هيدا؟ روعة، رح اضطر. كيف بتصير الخبرية؟ بتصير الخبرية بهالشكل. هيك وصحتين. طيب. وصحتين. عندنا طبق، عندنا اثنين، عندنا ثلاثة، وعندنا أربعة. اوكي بهالوقت انا برجع بذكر كل المشاهدين بدنا بس نذكر بالسمكه بالسمكه على السريع. البهارات نحن اللي تبلنا فيهم السمكه هن عباره عن كزبره يابسه، عقده صفراء، كمون، بهارات سمك، رشه ملح وفلفل اسود. هيك تبلنا السمكه. اما الحشوه هي عباره عن بصل، عن ثوم، عن جزر، عن بطاطا، عن كزبره خضراء وبقدونس اخضر. كلهم خلطناهم مع بعض وحشيناهم بالاضافه لزيت الزيتون وفوتناهم على الفرن. لكن غاده والف صحتين. هون هن وصفتنا. طبعا انا بذكر كل المشاهدين اللي ما لحق شافهم في يرجع كمان يشوفهم على يوتيوب. ما لحقنا نجاوب على الاسئله وقت بس طبعا بكره صح بكره رح نجاوب على اكثر من سؤال. انا بوعد المشاهدين هول وصفتنا ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابكم. بدي اقول لكم الف صحتين ومثل العاده ما تنسوا رح كون معكم بكرة. كمان الساعه 10 بتوقيت بيروت. ما بينسوا بكره الساعه 10 ابتداء من عالم الصبح. من الاثنين للجمعه رجعنا مثل ما كنا من الاثنين للجمعه. اكيد. فاذا بقيه نهار كمان كثير حلو بدي اتمنى لكم مشاهدينا وبنلتقى بكره.